أول أسئلة هذه الحلقة من المرسلة ميم ميم قاف، بعثت عددا من الأسئلة تقول في أولها: يوجد لدينا مسجد في المدرسة، وأخبرتنا المعلمة بأن الحائض يجوز لها دخوله لأنه لا تقام فيه الصلوات الخمس، فليس له حكم المساجد الأخرى، فما صحة كلامها؟ أثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن المصلى الذي ليس بمسجد وإنما يصلى فيه إذا حان وقت الصلاة، سواء كان في دائرة حكومية أو في مدرسة أو في أي مكان، لا يأخذ حكم المسجد، لأنه لا يعد مسجدا وإنما يعد مصلى، فلا يأخذ أحكام المسجد في الوقفية ولا في منع دخول الحائض ولا غير ذلك. نعم.